الكلام اللي تقال حول بعد ما خروجك من السجن بيان سور، وكيفاش كلمك سامي الفهري اول نهار خرجت فيه باش تلتحق بقناة الحوار التونسي وتقدم برنامج فكرة سامي الفهري. ميسالش سامي واسع بالك معايا فبختوت احكي لي بإجازة علاش انت رفضت التحاقك بقناة الحوار التونسي. لا انا شوف انا اولا ابن قناة الحوار، ولد قناة الحوار، يعني عديت فيها أربع سنين، أكثر من أربع سنين، أربع مواسم لمن يجرأ فقط كانوا ناجحين، وكان البرنامج في المرتبة الأولى في البرامج السياسية، وكانت تجربة حلوة برشا، وعندي علاقات وعندي صداقات وعندي ناس عشرتهم غادي ونحبهم ويحبوني. ولكن الأمور المهنية حاجة أخرى غير العلاقات الإنسانية. وقت اللي جاتني البروبوزيسيون تاع قناة الحوار التونسي أني باش نقعد في الحوار، أنا ما ديجا معناها مانيش غريب على الحوار. العرض هو اللي اختلفنا فيه، العرض هو تنشيط برنامج فكرة سامي الفهري، اللي أنا برنامج ما يتمشيش مع شخصيتي، ما يتمشيش مع اللي نحب نعمله، ستيلي ما نجمش نتأقلم معاه، ما هوش ستيلي. عاش من عرف قدره، دونك أنا منيش منشط نجم نقدم البرامج هذيك، يمكن فما خير مني نجمو يقدموا ينجموا يعملوا شو هذيك، أنا منيش منشط من نوع هذيك، دونك رفضت احتراما من روحي ومعناها وخوفا من الفشل زادة أني نفشل في ستيل هذك. وعليش ما قلش، ولكن ربما لو كان جيت نحب نرجع نستضيف الفنانين وكل شيء ونعمل برامج فنية، ربما كنت نعطي للبرنامج شخصيتي والطابع نتاعي ونقبل باش نشطه، ولكن أنا في الوقت هذك بالذات ما كنتش علاش هزيت لك، علاش بعت لك دبوس الماء وكي لطف علي يشرب ولا يكح ولا حاجه حط له كاس الماء على الكادر حطوه لك باش تبدا تتصور تخرج صورتك مزيانه فوالا. دونك معناتها هذاك علاش ما فما حد شيء، علاقتي به لحد الان بالحوار التونسي وعلاش سمير ما قلتش لسامي باغ اكزومبل انا نحب نقدم برنامج وحش الشاشه والا لو ستيل اللي كان فما كان فما نقاش بيني وبين سامي وعلى برشا على برشا افكار، ولكن هو البدايه كانت فكره سامي الفهري الاساس. من بعد نزيدوا برنامج اخر كنا ناويين نعملوا، حتى وحش الشاشه هو اول واحد في باله بيه هو سامي الفهري قبل قناه التاسعه. يعني انا حكيت له قلت له راه عندي فكره حضرتها اسمها وحش الشاشه ونحب نعمل العنوان هذا، وكان معجب بالعنوان برشا واتفقنا فيه. فهمت شنو اللي صار من بعد؟ ليه ما تفهمنيش في شنو باش نقدم انا، معناتها فكره سامي الفهري في الوقت ذاك يعني مؤجله فكره تقديم برنامج وحش ربما نهار اخر. اي لا بعد لانه شوف ديكور ياخذ وقت، وهو كان مزروب بالظهور نتاعي في فكره سامي الفهري، كنت النجم نظهر بعد بجمعه من الاتفاق نتاعنا حتى بعد بثلاث ايام. فهمت؟ فهمتك. يعني هو كان مستعجل اني نظهر في التلفزة، ما يحبش يستنى لي نعملوا ديكور نتاع برنامج جديد. وانت تحسست من استعجاله على خاطر كلمك دوب ما خرجت كلمك وقال لك نحبك تقدم فكره سامي الفهري؟ لا مش استياء ولا حاجه، هو يفكر هكاك بروفيسيونيل سامي الفهري خمم كان في الخدمه ما يخممش حاجات. علاش ما خممتش اللي هو بمحبه حب يوريك اللي هو شريك؟ وانا فيش خمم، خاطر انت قلت حكيت لك ما خممش في الامور الانسانيه. قلت هو بروفيسيونيل بارفوا لي بروفيسيونيل، عبد يخمم مهنيا ما يهتمش برشا بالامور. انا خاطر نعرف روحي خارج من محنه جي بزوان باش نرتاح باش نرجع معناتها ديزيكيليبري انا في الوقت هذاك حتى في حياتي الخاص. فهمت؟ دونك خذيت وقت باش رجعت ورزموك مع كيسيش كامل رزموك مع قناه التاسعه خذيت وقتي برشا. يعني قعدت نستنى في الديكور، عملت سسبانس برشا كل جمعه تقول لنا باش تظهر ومن بعد ما تظهرش. اي خاطر الديكور ما حضرش. باي نرجع لك المايا الكسوري، المايا الكسوري اللي كذبت الكلام هذا اللي انت قلته انه سامي الفهدي اتصل بيك بعد خروجك. دخلها كذبت، ما فهمتش شكون شنو وظيفتها مايا الكسوري في القناه، شنو دورها؟ مديره القناه هي مديره برمجه كرونيكوس، شنو مدخلها؟ معناتها المحامية نتاع القناة ما فهمتش مدخل، معناتها مايا القصوري دخلت في حاجة لا تعنيها ولا حتى شيء، ولا هي حاضرة فيها ولا شفت وجهها أنا وقت، ولا تفاوضت معها ولا قبلتها ولا حكيت معها ولا شاورتها. يعني أنا قعدت أنا وسامي الفهري، نعرف سامي الفهري قبلها هي برش. دونك رزموك كذبها شفيق رفيق بوشناق، رفيق بوشناق وسونيا الدهني، رفيق اللي هو معناها كان معد البرنامج تاع فكرة سامي الفهري واللي كنت أنا باش نخدم معاه. رزمو ونحييه أنا رفيق، خطر
معناتها قال الحقيقة من غير حسابات ومن غير حتى شيء. وديما هذه تعودت على رفيق أنه ديما صريح وديما صادق في الرفيق. قدم شهادته من غير ما نطلبها منه. قال لا سي با فري راهو سمير كان باش يجي. يظهر لي رفيق أقرب برشا من مي القصوري لسامي الفهري وهو المعد نتاع البرنامج هذاك وكنت باش نخدم معاه ويشرفني أني نخدم معاه في الوقت هذاك. وعلاش بين قوسين تبليت عليك سمير؟ علاش عندك مشكلة معاها من قبل؟ عندي أي معناها مي القصوري شنو؟ لا معناها نحسها معقدة ياسر. معناتها ما بربي توا معناتها تجي تقول سمير الوافي حقه ما يرجعش للتلفزة خاطره كان في السجن وخاطر كان في الحبس. معناها نسيت اللي هي مع شكون تخدم توا وشكون عارفها وشكون يتحضر له في الأسئلة اللي هو سامي الفهري. وسامي الفهري كان في السجن في قضية أكبر بارشة من القضية اللي أنا معناها كنت معناها متهم بها. معناتها شو التناقض الغريب؟ معناتها أنت تخدم مع واحد كان في السجن ومازالت قضيته جارية وربي معاه وإن شاء الله يطلع بريء. أنا ما نتمنلوش الخايب لأنه ما بيناتنا عشرة وكل شيء. موش الموضوع نتاعي سامي الفهري، موضوعي هو ماي القصوري. شو حالة نفاق؟ معناها نفاق كبير برش. معناتها أنت تخدم مع سامي الفهري وتنصح في سمير الوافي تعطي في رأيك معناها كان في السجن دونك ما يرجعش للتلفزة. أون بليس أنا في السجن كنت في السجن صحيح وكنت موقوف كمتهم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولحد الآن ما زلت ما خرجش ملفي بين يد القضاء. وقت اللي نوصل ناخذ حكم بيت وقتها نتكلم.